مقر سلطة منطقة المأذبة الحرة في المأذبة الشرف باستضافة الاجتماع المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي للمنطقة الحرة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية سيد محمد ولي عبد العزيز، وكانت فرصة للوقوف على حصيلة ما تم القيام به في السنوات الماضية والتأكد فعلا من نجاعة المقاربة المتبعة من أجل النهوض بمنطقة اقتصادية تنافسية في أنواذبو. وكانت الأرقام جد مشجعة ومبشرة للآفاق واعدة لتنمية قطب تنموي كبير في أنواذبو، الأرقام بجميعها سواء من هي يتعلق بالجبايات أو بالنسبة للضرائب أو بالنسبة حتى للصحة المالية للمؤسسات اللي تحت وصاية سلطة منطقة المأذبة الحرة اللي هم المواني الاثنين واللي وضعيتهم شهدت نقلة نوعية في السنوات الأربع والخمسة الماضية. وأيضا كانت فرصة أعطاها فيها فخامة رئيس الجمهورية التوصيات والتعليمات السامية بتسريع وتيرت إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى واللي فعلا أهمها هو ميناء مياه الأعماق واللي تبدأ فيه إن شاء الله الأشغال خلال هذه السنة لأنه الحق مراحل متطورة، وأيضا الأقطاب الأخرى. لا يفوت على الجميع أنه فخامة رئيس الجمهورية يولي أهمية كبيرة لأنواذبو، وأن شرف اختيارها لتنظيم قمة جامعة الدول العربية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2023 حدث له أكثر من 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 دلالة. وإن شاء الله في بهذه المناسبة أعطى فخامة رئيس الجمهورية الضوء الأخضر للشروع في برنامج أو خطة تسمى خطة رفع تنافسية أنواذبو، وهذه الخطة ستبدأ تحديد ملامحها خلال الأيام والأسابيع المقبلة ببناء إن شاء الله هو فنادق وبتغيير واجهة أنواذبو وتهيئتها لاستضافة هذه القمة، لكن أيضا لاستضافة لقاءات جهوية ودولية كبرى. وسيركز فيها على أخمس قطاعات أساسية هي اللي تميز النهوض فيها اللي يتميز خلال السنوات المقبلة، هي قطاعات مهمة في النهوض بما تتمتع به أنواذبو من مقدرات يبقى أن تنزاد بأخمس قطاعات أساسية تنافسيتنا فيها اللي تنزاد من ناحية عرض الخدمات، لكن أيضا من ناحية نوعيتها ومن ناحية سعرها. يتعلق الأمر بالطاقة الكهربائية، بالمياه الصالحة للشرب، بالصرف الصحي، بالنقل واللوجستيك، وبقطاع المواصلات والتليفوني. هذه القطاعات الخمسة التي يركز على خطة تنموية خماسية في ابتداء من هذه السنة التي تعدلها الإطار اللي متكفل بالعمل على تحديد ذاك اللي الله يعدل فيها من الشغلة، يقريضا بتسطير الأهداف من أجل رفع التنافسية في هذه القطاعات اللي إلين تعود فيها التنافسية وجودة الخدمة متوفرة النهوض بالمنطقة الحرة سيكون إن شاء الله مضمون بمئة في المئة. فعلا فيها اللي فات الشرع فيه اللي هو قضية النقل واللوجستيك بالشروع في ميناء مياه الأعماق واللي يخفض اللي ينقال له تكلفة النقل البحري بشكل كبير من وإلى أنواذبو، والقطاعات الأخرى اللي تنقبض لها خطة مع القطاعات الوزارية المعنية خلال السنوات المقبلة. وفعلا كانت هذا المجلس توجيه المجلس الأعلى للتوجيه الاستراتيجي من كانت فرصة عبر فيها المجلس عن ارتياحه للحصيلة اللي تم الوقوف عليها بدقة، وهذه بشرى كبيرة نزفها إلى ساكنة أنواذبو واللي فعلا هي المستفيد الأول من هذه المشاريع الكبرى ومن ترقية القطب التنموي في أنواذبو. شكرا.